السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. في الفيديو اللي قبل هذه نهار الأحد حكينا على الإنسان لازم يكون طبيعي ويحاول باش يكون على طبيعته الحقيقية بدون نفاق، وعرفنا اللي الإسلام بصفة عامة يعلمنا أن نكون منافقين. احنا نهار الأحد كما تعلموا نحاولوا باش نحكيو أكثر مع ما يسمى باللادينيين واللي خرجوا من الإسلام، خاطر ياسر عباد من اللي خرجوا من الإسلام ولا يحبوا يخرجوا من الإسلام يسألوا ياسر سؤالات، شنو نعمل بعد لا نخرج من الإسلام؟ هذاك علاش نهار الأحد باش نحاولوا نتكلموا مع بعضنا مع هؤلاء اللادينيين اللي ولى عددهم جدا جدا كثير ويزداد يوم بعد يوم. بينما يوم الأربعاء يا إما نجيب على بعض الأسئلة أو نتكلم على موضوع معين وإلا نتكلم على موضوع إسلامي. ده اليوم ما نعرفش شنو معناتها الموضوع اللي باش نحكي فيه اليوم. حبيت في الحقيقة نتكلم على زوز حاجات معناتها هكاكا، يعني جاوني في مخي كما نقولوا احنا، فهمت؟ يعني مهمين، يعني نحب نذكرهم. المسألة الأولى ما يسموا باللادينيين، فما ياسر عباد به هما لادينيين خرجوا من الإسلام ويقولوا احنا خرجنا من الإسلام، هذا أمورهم واضحة. فما عباد أخرين لا، هما خرجوا من الإسلام لكن يواصلوا ينافقوا، مش ينافقوا، من نجم نقول ينافقوا ولا معناتها يخافوا، يواصلوا يقولوا انهم مسلمين. لكن فما نوع ثالث واللي هما ياسر في الحقيقه عباد وهما ما همش مسلمين ويسخايبوا رواحهم مسلمين ويتكلموا كانهم مسلمين. مثلا تلقى مثلا امراه ماهيش متحجبه، لا تصلي لا تصوم لا تعمل حتى شيء، وتقول لك انا مسلمه، انا مانيش عارف يعني من فين جه الاسلام. ولا تلقى مثلا ساعات واحد معناتها يمشي للبحر، يلبس معناتها شارط، يشرب، يعمل كل شيء، فهمت؟ ما يصليش ما يصومش، حتى رمضان ما يصوموش، ويجي يقول لك انا مسلم. انا هذوما نسميهم معناتها بالنسبه ليا كيما نقولوا احنا واحد معناتها ما يعرفش روحه، يعني هذوما لادينيين لكن ما يعرفوش رواحهم اللي هما لادينيين. اذا هذو ثلاثة انواع. فما نوع لاديني وخرج من الاسلام يقول لك انا ما عادش مسلم، هذه اموره واضحه، فهمت؟ والنوع الثاني هو يعرف روحه اللي ما عادش مسلم، مقتنع اللي هو ما عادش مسلم، لكن ظروفه وعائلته ومجتمعه وياسر امور اخرى تخليه يواصل يقول انه مسلم. وفما نوع اخر اللي هما ياسر، فهمت، ما عندهم حتى صلة بالإسلام كان إنهم يقولوا إنهم مسلمين وهم ما عندهم حتى علاقة لا بالإسلام لا بالمسلمين. هذوما ثلاثة أنواع معناتها من العباد اللي موجودين. خاطر فما أنا علاش حبيت ما نذكر المسألة هذه، فما ياسر عباد يتصلوا بيا يقولوا لي أنا توا نحب نخرج من الإسلام، إيش نعمل؟ فهمت؟ نعلن ما نعلنش؟ هذه أمور راهي ما نجمش أنا نجاوبك عليها، فهمت؟ كل إنسان على حسب ظروفه وعلى حسب وضعه، ولازم نحن كلنا معنا، رغم اللي ساعات أنا متشدد معناتها في مسألة العباد اللي يخبيوا خروجهم من الإسلام، ونعتبر ما فما حتى مبرر الإنسان يخفي خروجه من الإسلام، لكن في نفس الوقت نفهم فما ظروف خاصة ياسر، منها مثلا ظروف عائلية. مثلا فما واحد أحد الأشخاص قال لي أنا مثلا ماذا بيا نقول لأمي، أما نخاف لأمي، أمي مريضة، كان نقول لها يمكن جيها سكتة قلبية وتموت، فهمت؟ يعني نفهمه، يعني هذا الشخص معناتها نفهموه ونفهموا ياسر عباد اخرين. المهم انا اليوم حبيت نحكي على حاجة اخرى، والمواضيع اللي باش تكون نحكيو فيها نهار لحد هي ما يسمى باللادينيين. واللادينيين اللي يقولوا ولا اللي معناتها يقولوا يعرفوا رواحهم اللادينيين، ولا حتى اللي ما يعرفوش رواحهم ويحبوا يوليوا لادينيين على افكار علمها لنا الإسلام. مرة أخرى تكلمنا على مسألة النفاق، النفاق كيفاش الإسلام يعلمنا النفاق، وقت نخرجوا من الإسلام وقرروا ما عادش باش نوليو مسلمين، أول حاجة نتخلصوا منها هي النفاق، نوليو ما عادش منافقين، على خاطر نوليو ما عادش داعي للنفاق، لأن نوليو نتمتع بأخلاق إنسانية وبأخلاق معناتها تحترم الإنسان وتحترم وجهة نظره،
فهمت؟ يعني الانسان يعني المشكله ما عادش تستدعي للنفاق، صحيح؟ ولكن رغم ذاك الشيء في تعاملنا مع المسلمين مجبورين ساعات باش نكونوا منافقين، وانا نفهم الظروف هذيك. اليوم باش نحكيو على حاجه ثانيه، هي مساله ما يسمى الختان. هذه ازدى مشكله كبيره ياسر، مثلا عباد يتصلوا بي يقول لي انا لا ديني باهي اللي موجود في اوروبا يمكن اسهل له، ولا حتى ساعات المشكله العائليه يقول لك انا لا ديني ولا ملحد ولا ربوبي، ومرتي ربوبيه نفس الشيء، وجبنا وليد وما نعرفوش بعد نطهروه ولا ما نطهروهش، نخافوا للعائله تتكلم وكذا وكذا. فما حتى عباد يقول لك معناتها مثلا ما يسمى افكار مسبقه في بالنا، خاطر دخلونا في مخنا كما في الصغر متاعنا، دخلونا في مخنا باش نكونوا منافقين وربونا على النفاق. نفس الشيء مساله الطهاره دخلوها لنا في مخنا، واحنا في شمال افريقيا عندنا مشكله كانت طهاره الاولاد، رغم اللي في اليمن وفي في السودان وفي بعض الدول الاخرى فهمت موجود طهاره النساء، واللي يقول لك اللي طهاره النساء مش موجوده معناتها يكذب، هذا شخص يكذب، على خاطر ما فما حتى عالم دين، اعطوني عالم دين واحد، عالم دين واحد يحرم فهمت ختان النساء. صحيح فما اختلافات، فما اللي يقول لك واجب كيفها كيف طهاره الاولاد فهمت، وفما اللي يقول لك لا مستحبه، وفما اللي يقول لك مستحبه اكيد، فما اللي يقول لك مستحبه مش واجبه، يعني المهم يعني كل واحد شي يقول لك اختلافات، لكن ما فما حتى واحد حتى واحد فهمت يقول لك من العلماء المسلمين انها حرام، فهمت؟ على خاطر نعرفوا الاحاديث، رغم اللي فما حديث معناتها نتاع مسلم اللي هو معناتها يتكلم عن على الغسل، محمد معناتها عائشه تتكلم عن الغسل على حديث محمد، يقول لك عندما يلتقي الختنان، يعني الختان نتاع المراه والختان نتاع الرجل، فهمت؟ يعني الختان موجود في الاسلام، صحيح فما اختلاف، فما اللي يقول لك واجب كيما كيف الرجال، فما اللي يقول لك لا فهمت مستحب، فما اللي يقول لك سنه، فما كل واحد شي يقول لك. المهم ونعرف الحادثه نتاع معناتها اللي تكلم عليها محمد، المراه اللي كانت تختن في المدينه وقال لها ما تقصش ياسر، فهمت؟ خاطر شنو هو الختان نتاع النساء؟ هو ما يسمى بالبذره، البذره هذيك يقصوها، يقول لك وقت تقص علاش هي الهدف منها نتاع ختان النساء؟ هي راهي عاده يمكن كانت افريقيه من اجل تقليل شهوه المراه، على خاطر خاصة الراجل ده عنده 4 نساء كان كلهم يعني يطهرهم، يولي معناتها ينجم هو يقدر عليهم فهمت؟ يعني ينجم خاطر تولي البرود، تولي عندها نوع من البرود الجنسي فهمت؟ ولا وقتها يسافر ولا حاجة. المهم الختان الإسلام تكلم عليه ومحمد تكلم عليه، وفما مثلا حتى حديث يقول لك فهمت إن الختان معناتها مكرمة للنساء، فهمت؟ مكرمة للنساء، صحيح اللي فما ياسر علماء يقول لك مش واجب، وفما علماء يقول لك واجب فهمت، لكن ما فما حتى عالم يقول لك ان الختان حرام ولا الختان ممنوع، حتى واحد منهم ما يقول لك هذه المساله واضحه. واحنا في شمال افريقيا ما عندناش ختان النساء، ارتحنا منهم وارتحنا من اسلامهم وارتحنا من الفكر بتاع الختان هذا، الفكر الهمجي هذا فهمت، اللي نتعجب انا الى يومنا هذا كيفاش مازال موجود في دول كيما اليمن وكيما السودان وكيما حتى في مصر في بعض المناطق، يعني نتعجب كيفاش لم يتم محاربته بطريقه معناتها رادعه فهمت، رادعه. ما فهمتش علاش ختان النساء حتى لتوا ما تمش القضاء عليه خاصه في شرق افريقيا. اما ختان الرجال يقول لك لا باهي العباد توا يتكلموا على ختان النساء، حتى مثلا في اوروبا ممنوع ختان النساء، لكن حتى ختان الرجال راهو نفس الشيء، شنو الفرق؟ شنو الفرق؟ الم يقل القران ان خلقنا الانسان في احسن تقويم؟ وما يعتبرش الاسلام اللي له شم هو تغيير لخلق الله؟ لماذا يعتبر الطهاره او الختان فهمت سنه وواجب؟ وقت نرجعوا احنا لمحمد، نرجعوا لاهل الجزيره العربيه، شكون كان يختن وقتها؟ هي ساعه كي نعرفوا هي عاده اصلها عاده فرعونيه، وكانت لو نرجعوا للبحوثات نلقاوها كانت تمارس على الاطفال اللي عمرهم يعني وقت وصلوا سن البلوغ، يعني وصلوا 14 15 سنه، والعمليه راهو الختان وقت يكون في سن اصغر
يعني قد ما يكون انت وقت تقص حاجه هكا والوليد عمره 7 ايام مش كيما تقص حاجه هكا والوليد عمره 7 سنين، مش كيما تقص هكا والوليد عمره 14 سنه والجهاز نتاعو كمل. اذا كان وقت تقص هكا وعمره 7 ايام ولا عمره عامين كانك قصيت هكا، فهمت؟ يعني هنا تقضي 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 على الوليد حياته كامله. المساله قبل ساعه ما نحكيه على كل شيء هي مسألة تعدي على الطفولة. بأي حق طفل طفل تمارس عليه بتر وقطع بدون إذنه نتيجة معتقداتك؟ أنا هذه الحاجة برك خلاتني ما نطهرش زولادي، فهمت؟ الأخراني، فهمت؟ وتخرجت من الإسلام خاطر الأولادي الأولانيين مطهرين، فهمت؟ خاطر كنت مسلم. اما زوز ولادي الاخرانيين، وهنا اوجه دعوه معناتها اليوم عيد ميلاد ولدي وليد، اقول له كل عام وانت حي بخير، ونوجه له تحيه. وليد اليوم تولد عنده 3 سنوات، يعني نوجه له تحيه ونقول له كل عام وانت حي بخير. المهم يعني انا وقتها اقتنعت فكره الطهاره، اول حاجه فكرت فيها قلت باي حق معتقدي مهما كان، لو معتقدي يقول لي قص وظن ولدي نقصها، لو معتقدي يقول لي قص خشم ولدي نقصها نقصه، ها؟ يعني هنا هذا تعدي على الطفوله، يعني بغض النظر على كل شيء. اما المضار الاخرى تاع الطهارة، لو تقرا المضار تاع الطهارة، انا مش انا باش نعرض لكم كل شيء يعني نقول لكم شنو، اما راهو انا مثلا نطلب حقيقة ان القانون يسمح للطفل عندما يكبر ويبلى يقدم دعوة ضد بوه على خاطر طهر. انا كان جيت نجم نقدم دعوة ضد الوالد نتاعي خاطر طهرني، انا قدمتها. علاش؟ على خاطر راهو الطهارة تقضي على عروق موجودين في الحشفة، فهمت؟ يحثون نوع من اللذة للرجل يفقدها حياته كاملة، ما نجمش يعرفها أصلا. يجي عبيد يقول لك ليه الطهارة هاو الداوي والداوي، يا ودي أنا طهارة الداوي والداوي. أول حاجة مثلا هذيك الطهارة متاع بعض الأشخاص اللي عندهم بعض الأورام أو بعض الأمراض، هذيك مش طهارة، هذيك قطع جانب من الورم اللي موجود في الحشفة دون اللمس اللي نسمى الأعصاب، فهمت؟ اللي موجودين. حاجة أخرى، هذه حاجة متى جسمية، هذه حاجة جسمية وحاجة جنسية. حاجة أخرى مهمة يعني جدا معناتها هي مسألة نفسية. بأي حق خاصة نحن نشوفه في شمال أفريقيا طهروها مع عمرها مع عامين وثلاثة سنين، وأنا متذكر كيفاش طهرت، فهمت؟ عمري 3 سنين وهربت وشدوني وحالة حليلة، فهمت؟ يعني مجزرة، يعني حاجة معناتها تأثر عليك عمرك كامل، عمرك كامل تخليك معناتها هذاك المفهوم تاعك اللي أنت زعما وليت راجل، فهمت؟ بأي حق؟ الطهارة كان جات موجودة، فهمت؟ علاش ما تخليش العباد يطهروا وقت يكبروا عمرهم 18 سنة؟ خليه يختار. أنا توا مثلا ولادي ما طهرتهمش، يكبروا يحبوا يوليو مسلمين ولا يحبوا يوليو يمشوا يطهروا على رواحهم، فهمت؟ وإحنا كي نرجعوا للتاريخ حتى محمد أهل في الجزيرة العربية كانوا اهل المدينه هما اللي طهروا خاطر كانوا معناتها يخالطوا في اليهود. ونعرفوا احنا الطهاره اصلها موجوده من عند الفراعنه، وكانت ترمز للذكور من اجل معناتها اثبات معناتها اللي هذيك هي العائله المالكه، يعني معناتها طاقوس معناتها تابع النظام الفرعوني. والمصريين عندما عاشوا غاديكا، اليهود عندما عاشوا في مصر، فهمت، خذوا منهم هذيك العاده ونقلوها، ومن بعد وقت مشاو للمدينه وكل شيء كانوا يطبقوا هذيك العاده، والمسلمين خذوها من اهل مكه ما كانوش يطهروا، فهمت؟ حتى مثلا طهاره محمد فما اختلاف فيها، فما يقول لك تولد مطهر، فهمت؟ حتى فما عند العرب يقول لك معناتها تولد مطهر، معناتها هذه حاجه ما تجيش للمخ، فهمت؟ تولد مطهر، فهمت؟ وهو حديث ضعيف يعتبر. فما روايه اخرى تقول لك لا طهروا ابو عبد المطلب وقت عمره 7 سنين، عمل له حفله وكل شيء وطهروا. معناتها يمكن يكون صحيح، يمكن يكون لا، فما حتى دليل على خاطر يمكن خاطر ابوه معناتها عبد المطلب كان عايش في، نعرفوا عبد المطلب كان عايش في المدينه وكان يطبق معناتها كان يشوف الطهاره ويشوف طهاره الاولاد، يمكن طبق هذا على ولده يمكن، ف
فهمت؟ وفما يقول لك لا طهروه وقتها، شقوا له بطنه وقت العملية هذيك اللي حكينا عليها نتاع الاغتصاب، وحلوا له قلب ونحاولوا منه زوز حاجات كحل وقتها، يعني جبرائيل هو اللي طهره. المهم فما حد شيء يثبت اللي هو الطهر، يعني هذوما كلهم أقاويل، ثلاثة أقاويل. أما ما يسموه بالصحابة، عمرنا ما سمعنا مثلا أبو بكر وقت دخل في الإسلام الطهر، ولا علي الطهر، ولا عثمان الطهر. ومسألة الطهارة وقتاش بدأت تتطور؟ وقت في المدينة، يعني في مكة، أهل مكة ما كانوش يطهروا ياسر، فهمت؟ ما كانوا يمكن بعضهم اللي متأثرين بالمدينة ولا عندهم أنساب في المدينة كانوا يطهروا، أما أهل مكة، أما أهل المدينة هما اللي كانوا يطهروا. والطهارة بدأت من المدينة، واللي كانوا يدخلوا في الإسلام ما كانوش يطهروا. فما حتى حادثة في التاريخ يقول لك اللي فلان أبو سفيان اتطهر، ولا معاوية اتطهر، ولا غيرها ولا غيرها، ما فما حد شيء يثبت ذلك. المهم الطهارة بشوية 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 من بعد ولات عادة وتقاليد. حتى الطهارة نتاع الرجال، فما اللي يقول لك من العلماء المسلمين ماهيش واجب، فما اللي يقول لك واجب، فما اللي يقول لك ماهوش واجب، فهمت؟ فما اللي يقول لك سنة. أما النسبة الأعظم باش ناخذه، النسبة الأعظم تاع علماء المسلمين يقول لك اللي الطهارة نتاع الرجال واجبة، والختان نتاع النساء والطهارة نتاع النساء مستحبة ومكرمة للمرأة. المهم هذوما هو معناتها الرأي العام، لكن لا يمنع أن في الرجال أو النساء فما آراء تقول لك عند النساء واجبة وعند الرجال مش واجبة، ولكن احنا نتكلموا بصفة عامة. المهم أنا حبيت نقول هوني اللي الطهارة ماهيش باهية، راهو ما تصدقوش العباد اللي يقولوا لكم الطهارة باهية. احنا نعرف اللي حتى بعض الأطباء وكل شيء اللي يدعموا فكرة الطهارة، فما بعضهم يهود ما تنساوش، فهمتوا؟ اليهود عندهم قوة في أمريكا وعندهم قوة في أوروبا، هذاك علاش ما يحبوش يعني يضغطوا من أجل منع الطهارة نتاع الرجال. أنا بالنسبة لي طهارة الرجال فهمت نفس الخطورة كطهارة النساء، نفس الشيء، على خاطر هي تقضي على حاجة مهمة عند الرجل وتنحي له قطعة من بدنه بأي حق، خاصة هذاك الشيء يمارس على طفل. إذا ما يسميه باللادينيين يقول لك أنا لاديني وكل شيء، لكن الطهارة باهية، راهي هذه فكرة غالطة. وحتى نفترض يا سيدي، نفترض ونفترض طهارة باهية، بأي حق تتعدى على ولدك اللي مازال ميناق، مازال صغير، مازال ما يعرفش، بأي حق تمارس عليه معناتها فكرة مسبقة عندك أنت يا سيدي؟ ما الطهارة باهية، خليه هو يكبر ويعرف كان يحب يطهر ولا ما يحبش يطهر، شو مدخلك أنت؟ فهمت؟ إذا هذه هي معناتها الفكرة اللي حبيت نوصلها هوني معناتها في المسألة هذه، وأرجو معناتها تكون الفكرة واضحة. وهو كلام موجه للادينيين، راهو هذه أفكار مسبقة، الطهارة أفكار مسبقة، ما يسمى بالنفاق أفكار يعلموها لنا من الصغر، ونحاولوا كل نهار حد نتكلموا على موضوع من المواضيع هذه. وما تنساوش اللي الطهارة فهمت، اللي معناتها العباد مطهرين يعرفوا، انا مانيش ما كنتش مانيش مطهرة معناتها باش نعرف شنو هو الفرق. اما عندما تجي تسأل العباد اللي مطهرين اللي مش مطهرين، تلقاهم اكثر هدوء حتى جنسيا، اكثر هدوء لانهم طبيعيين، فهمت؟ يعني طبيعيين. هنا معناتها مانيش فاهم انا هذا الاله الذي يدعي انه خلق الانسان في احسن تقويم، وكيفاش معناتها يصنع انسان من بعد يقول طهره وقصله الحاجه اللي هو خلقها فيه، وتبديل هذا يسمى لخلق الله. ونعرفوا للحيوانات الكل ماهيش مطهره، وفما ياسر عباد يقول لك مثلا الطهاره باهيه، لا ماهيش صحيحه. وديجا لازمكم تعرفوا اللي 4 مليار دويت و500 مليون عبد في العالم، فهمت؟ رجال ونساء ما همش مطهرين، يعني اكثر، ونسبه المطهرين الرجال تقريبا 700 ولا مليار، بينما الباقي الكل 2 مليار دويت ولا 3 مليار دويت ما همش مطهرين. وننصح اللادينيين باش ما يطهروش اولادهم، وكان يلقاو مشكله فهمت، يلقاو مشكله باش يقنعوا عائلاتهم بعضهم، ينجموا يقولوا لهم راهو الطبيب قال لنا ما تطهروش توا، خليه حتى يكبر. ولا تنجم تقول راهو تولد مطهر، ولا راهي طهرته الملائكة باش تقنعهم اللي لازمكش تطهروا.
نظن الفكرة واضحة، ونستعمل معاهم أساليبهم هما، وهم يعتقدوا أنه محمد ولد مطهر، نقول لهم راهو ولادنا تولدوا مطهرين. وننصح كل اللادينيين، رد بالكم رد بالكم رد بالكم، اطهروا أولادكم، هذه حماية لحق الطفولة، ولا تؤثر على أولادك، وخليه حر وخليه ينمو بطريقة طبيعية وعادية، لكي يكون إنسان محترم، ليس عبد تابع لفكر أو لأفكار أو لشخص. وشكرا، ومع فيديو قادم المرة القادمة. سلامة.